يقول بارك الله فيكم بعض النساء تزاحم الرجال على تقبيل الحجر الأسود ما حكم ذلك وهل يلزم الح... تقبيل الحجر الأسود في العمرة لا يلزم تقبيل الحجر الأسود في العمرة إن تيسر أن يقبله فهذا مستحب سنة وإن لم يتيسر فإنه يشير إليه والمرأة بالذات لا تزاحم الرجال لأنها عورة وفتنة فيكفي الإشارة، يكفي منها الإشارة إلى الحجر الأسود إذا حالته في طوافها، نعم.